بسبب هذا اليوم الذي كانت فيه الرياح قوية للغاية، اضطرت هذه الطائرات الألمانية بالكامل إلى الهبوط في المطار بصعوبة مرة أخرى من جديد. وهذه الطائرة الحربية التي واجهت صعوبات كثيرة في محاولة الهبوط هي الأخرى. وهذا المشهد المرعب الذي كان فيه هذين الطيارين الاثنين يواجهان صعوبة في الهبوط بالطائرة على أخطر مطار في العالم، وكذلك العديد من المشاهد الأخرى والمرعبة التي سوف تشاهدونها اليوم في هذا الفيديو، لذا ابقى معنا للنهاية. خامساً، في العاشر من مارس من عام 2019 حدثت عاصفة خطيرة في بلجيكا معروفة باسم عاصفة إمبرهار، والتي كانت سرعتها تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة، وتسببت في الكثير من الفوضى والخراب، حتى إن الأشجار كانت تتساقط وتنهار، بالإضافة أيضاً إلى أن القطارات كانت تتحرك بسرعة كبيرة ولمسافات طويلة تم إجبارها على الوقوف وعدم استكمال الرحلة. وهذا ما حدث أيضا في مطار دوسلدورف، حيث إن هذه الطائرة عندما كانت تحاول الهبوط على أرض المطار كانت صعبة للغاية، وكان يواجه قائد الطائرة صعوبة كبيرة في محاولة إيقاف هذه الطائرة، ولهذا قام بالتحرك بها على الأراضي الخضراء لمحاولة تقليل سرعة هذه الطائرة، بالإضافة إلى أن الكثير من الطائرات لم تكن قادرة على الهبوط على الأرض، وذلك بسبب قوة الرياح التي لم تكن تسمح بهذا الشيء، وإلا سوف تتعرض الطائرة إلى دمار كبير، وبالتالي من الممكن أن يتعرض الركاب إلى الوفاة، ولهذا كان يتراجع قائد الطائرة عن محاولة الهبوط بالطائرة، حتى إنه في إحدى القرى القريبة من هذا المطار كان من الصعب على أي شخص محاولة الوصول إلى هذه القرية. كان ذلك بسبب الأشجار الكثيفة التي تم تدميرها على الطريق بسبب شدة الرياح. بالإضافة إلى أن هذه الرافعة هي الأخرى تعرضت إلى السقوط والانهيار في النهر، ولحسن الحظ لم يكن هناك أي شخص بداخلها، كما إنه تم إغلاق الكثير من الأماكن السياحية وحدائق الحيوانات للحفاظ على حياة الناس، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن حوالي 900 حادثة في هذا اليوم. ولسوء الحظ تعرض رجل ألماني إلى الوفاة في هذا اليوم بعد أن سقطت الشجرة فوق سيارته. رابعاً، تعتبر العروض العسكرية التي تقوم بها الطائرات الحربية واحدة من الأشياء المدهشة للغاية والتي تنال إعجاب الكثير من الناس، ولكن يحتاج قائد الطيارات العسكرية إلى الكثير من التدريب المتواصل، ويوجد وادي معروف باسم ماكلو في ويلز، وهو يعتبر واحدا من أشهر الوديان والتي فيها يقوم الأشخاص بالتدرب المتواصل على الطائرات. وفي العشرين من يونيو من عام 2019 استطاع أحد الأشخاص تصوير هذا المقطع، والذي فيه كان قائد هذه الطائرة قادر على التحرك بسهولة وسط هذه المناطق الطبيعية الخلابة والتي تؤكد على قدرته على التحرك بالطائرة. وتعتبر هذه الطائرة واحدة من الطائرات القوية للغاية والتي لها قدرة على الطيران في الهواء والهبوط على الأرض مثل الطائرات الهليكوبتر، كما يقال أيضا أنها قادرة على حمل أوزان تصل إلى 500 كيلوغرام، وتستطيع أيضا نقل الكثير من المؤن بوزن حوالي 10,000 رطل، حتى إنها تحتوي على سلاح قوي وكبير للغاية. يقال إن سعر هذه الطائرة من الممكن أن يصل إلى 90 مليون دولار. ثالثا، في أحد الأيام في نوفمبر من عام 2019 أقلعت هذه الطائرة من لوس أنجلوس إلى مانيلا في الفلبين، ولكن بعد إقلاع الطائرة بلحظات كان الركاب يستمعون إلى أصوات غريبة في المحرك الأيمن، وعن طريق الصدفة كانت هذه المرأة تحاول تصوير ما يحدث للطائرة عند الإقلاع، حيث إنه بعد أن قامت الطائرة بالإقلاع كان المحرك يصدر أصوات غريبة جدا، وكانت الطائرة تتعرض إلى الاهتزاز بهذا الشكل. وفي هذا الوقت أدرك الركاب أن المحرك الأيمن تشتعل فيه النيران، وهذا ما كان يجعلهم يشعرون بالخوف الشديد للغاية في هذا الوقت. وبعدها قال قائد الطائرة أن كل الأمور تحت السيطرة وأنهم قادرين على العودة بالطائرة إلى المطار مرة أخرى من جديد، وبالفعل عادت الطائرة إلى المطار، لكن تعرض اثنين من الركاب إلى صدمة كبيرة وكان يحتاجان إلى رعاية طبية على الفور،
كانت هذه الحادثة واحدة من الحوادث المرعبة والتي تم تصويرها على الكاميرا. ثانياً، تعتبر الحركات البهلوانية واحدة من العروض التي تنال إعجاب الكثير من الناس، خاصة لو كانت تتم في الهواء عن طريق مجموعة من الطائرات العسكرية. ولكن في بعض الأحيان من الممكن أن يتم عمل هذه الحركات بطريقة صعبة جدا وتنتهي بالنهاية بمشاهد مرعبة. في الأول من مايو من عام 2016 في بودابست، كانت هناك ثلاثة من الطائرات العسكرية يقومون بعمل عرض بهلواني في الهواء. كان من المفترض أن هذا العرض الذي سوف يقومون به سيكون عبارة عن تحطيم رقم قياسي جديد، وكان من المفترض أن يتمكنوا من المرور بهذه الطائرات الثلاثة من أسفل الجسر. ولكن لم تسير الأمور على ما يرام، حيث إنه كان هذا القائد الذي يقود هذه الطائرة يرغب في القيام بعمل هذه الحركة مثل الباقي. ولكن عندما كان يمر من أسفل الجسر تعرض إلى فقدان السيطرة على الطائرة الخاصة به، مما جعلها تصطدم في سطح مياه هذا النهر بطريقة مرعبة. ولكن سرعان ما استعاد السيطرة عليها وقام بالانضمام إلى فريقه مرة أخرى من جديد في واحدة من المشاهد المرعبة التي أثارت الذعر في قلوب كل المشاهدين. من المعروف أن أخطر مطار حول العالم يوجد بالقرب من قمة جبل إيفرست على ارتفاع 9000 قدم فوق سطح البحر. هذا يعني أنه لا يستطيع الهبوط أو الطيران من على طريق هذا المطار إلا قائد محترف بشدة، وذلك لأن طول هذا الطريق الذي تطير من فوقه الطائرة هو 1700 قدم فقط. هذا ما حدث بالفعل مع هذه الطائرة في هذا المشهد الذي فيه استطاع هذا القائد الخاص بهذه الطائرة أن يهبط بها بطريقة سليمة جدا على هذا المطار القصير في مشهد خطير للغاية، لكنه استطاع السيطرة عليها قبل الاصطدام في هذا البناء. أولاً وأخيراً، يعتبر إعصار فيونا واحداً من أخطر الأعاصير التي حدثت في عام 2022، حيث إنه تحرك من المحيط الأطلنطي تجاه شرق كندا في 24 من سبتمبر. ومن المفترض أنه توجد بعض من الطائرات ويوجد مجموعة من الطيارين المحترفين للإقلاع بهم حتى يتمكنوا من تصوير هذه الأعاصير، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة إلى مركز الأعاصير، مما يعني أنها واحدة من المهام الخطيرة جدا، ويطلق على هؤلاء الأشخاص اسم صائد الأعاصير. وفي هذا المشهد كان يظهر ما يستطيع قائد هذه الطائرة رؤيته وهو يطير بالطائرة فوق هذا الإعصار الخطير. تعتبر أول عملية صيد الإعصار في 27 من يوليو من عام 1943، عندما كان يحاول اثنين من الطيارين تحدي بعضهم البعض في عبور هذا الإعصار. وفي النهاية، ما هو أكثر مشهد نال إعجابك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرونا في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.